وللحديث أكثر عن المساعدات التي قدمتها هيئة علماء المسلمين بالتعاون مع منظمة أم القرى الإغاثية، ينضم إلينا عبر الهاتف من الأنبار الدكتور عبد القادر محمد، منسق عام المنظمة، منظمة أم القرى. دكتور عبد القادر، بداية أهلا بك، هل حدثتنا أكثر عن الحملة الأخيرة للمنظمة في مخيم بزبز بالفلوجة؟ تفضل. شكرا جزيلا وتقبل الله صيامكم. في الحقيقة هذه الحملة جاءت لهذا المخيم، المخيم المنسي إن صح التعبير أن نطلق على هذا المخيم، مخيم عائلات جرف الصخر. يوجد في هذا المخيم تقريبا 730 عائلة نازحة، جميعها من منطقة جرف الصخر. هذا المخيم في من المخيمات العشوائية، هو غير مسجل لدى وزارة الهجرة والمهجرين. منذ سنة تقريبا كان هو مخيم الإحسان، وبعد أن بدأت إدارة المنظمات المخيمات في المحافظة بإعادة ترتيب هذه وضع المخيمات، فألغوا هذا المخيم، مخيم الإحسان. ويعني طلبوا من العائلات التوجه إلى المخيم الرئيسي، وبسبب ان اغلب هذه العوائل تربطها علاقات، قسم كبير مرفض الذهاب او الخروج من هذا المخيم، وبقوا في هذا المخيم، وبالتالي هم اصبحوا خارج تسجيل وزاره الهجره، وايضا يعني هذا يعني انهم لا يستلمون الغذائيه ولا التموين ولا عد. دكتور عبد القادر، إذا كنت تسمعني، إليك السؤال الجديد، هل هناك خطط مستقبلية للمنظمة من أجل إدامة دعم هذه العائلات بالنظر إلى استمرار أزمة وباء كورونا في العالم أجمع؟ بالتأكيد أخي الكريم، يعني بعد هذه الحملة 650 إذا قسم في هيئة علماء المسلمين، هنا أيضا في جدول حملات جديدة، يعني مخيمات النزوح في النظار أو المحافظات الأخرى في دين، وحيث يوجد خيام الناحين، وكذلك مع خلال شهر رمضان المبارك أيضا يشمل العاد. نعم، على أي حال نشكرك على هذه المعلومات، ونعتذر عن هذا الخلل الفني بالاتصال من المصدر. الدكتور عبد القادر محمد، المنسق العام لمنظمة أم القرى، كنت معنا عبر الهاتف من الأنبار، شكرا جزيلا لك.